من الدنيا. بعدها بشهر كلمني الدكتور موعدي وجيته. أنا قلت خلاص نسيت وخلصت يعني، لأنهم قالوا بس استئصال وبترجعي لحياتك الطبيعية وما عندك أي شيء. قال لي عيناتك تأخرت، اللي هو ياخذون عندنا، احنا ما عندنا كان تحليل معين، فكانوا ياخذونه يرسلونه برا الدولة على أساس يحلل وترجع النتائج. يعني شوف ما شاء الله وزارة الصحة الدولة ما قصرت الأمانة. تخيل عينات مرضى كثير احنا ما عندنا هذه الأشعة أو ذا التحليل، فياخذونه برا يعملون التحليل ويرجعونه مرة ثانية على أساس بس يطمنون على صحة المرضى. يا سلام. فعمل التحليل على بال ما يجي تأخر، فقال لي أنا خاف أن أتأخر وأنت تكونين محتاجة كيماوي، لأنه لازم بعد العملية كيماوي، خلينا نبتدي كيماوي ناخذ بس جرعتين. متى ما قالوا جاء التحليل وقال ما تحتاجينه خلاص بنوقف الكيماوي. يا دكتور تكفى لا ما قال معلش قلنا يلا بسم الله. هنا أخذت الكيماوي، جت الجرعة الأولى، جت الجرعة الثانية، جت الجرعة الثالثة. صعوبة فيه؟ أول جرعة شفت اللي رحت وأنا مريضة، شفت اللي راح ومتوهم إنه مرض وفعلا مرض، رحت وأنا كذا فجأة ارتفعت حرارتي وصار عندي التهاب وصار عندي كل شيء. قال رجعوها ما ينفع أعطيك كيماوي وأنت تعبانة، لازم تخف التهابك وكذا بعدين أرجع من الكيماوي. فرجعتني. طيب قبل نكمل قصة الكيماوي تفاصيلها بنشوف فيديو صغير ونرجع نكمل. Madhavi Kasim Alhawas 4390 Madhavi Kasim 4390 30115 Docetaxel 160. كملي قصة الكيماوي. طبعا الكيماوي كان أصعب مرحلة أنا مريت الأمانة فيها، لأنها تاخذ نفسك قبل ما تاخذ صحتك بامانه يعني. فمن كثر ما كنت انا رافضه الكيمو نهائي، رافضه. كنت من اول ما ادخل المستشفى عشان يعطوني الجرعات لين اطلع وانا نايمه، اول ما ادخل على السرير اغطي راسي واعطيهم اليد، اطبطب البطانيه واعطيهم يدي اساس انه. طبعا الجرعات كانت ثلاث انواع كيماوي، فما يعطونك اياها على طول، لازم يعطونك اول بدايه مغذي، بعدين يبتدون يعطون نوع، بعدين يعطون نوعين. ف سرير 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 كلهم جرعات، لهم قسم خاص لهم. الحمد لله. يعني هذا اللي سمعته مداوي قاسم الحواس، هذا كل شهر او كل جرعه لازم ينسمع ذا المواد، لازم تسمع. ما ادري ايش اقول لك، بس الكيماوي هو اللي مره تعبني يعني، جدا أثر فيني يعني. تجي تدخل تلاقي جسمك كذا الشمعة اللي ولعتها وبدت تنقط تذوب تذبل، أنا شفت نفسي كذا. صارت الأوقات والأيام والساعات مثل ما هي، ما تفرق عندي الحياة بشكل، ما تفرق عندي، ما خلاص شفت اللي قفل على نفسه وتقوقع وصار في هذه حياته معدبي، بس ابي اخلص الجرعات الكيماوي عشان اخلص منها. طبعا جاء التحليل وبدل ما نكون في ثلاث جرعات طلعني في 12 جرعه، لان عندي الجينات مرتفعه وعندي قابليه انه يعاودني المرض مره ثانيه، فالافضل انه يكمل معي الجينات هذه الجرعات لحد ما يخلص يعني يتاكد انه خلاص، لان انا عندي الجينات فوق ال 55 عندي. فقال لي اكيد في وراثه، اعطيني عائلتك من فيه. طلع فعلا عندي خالتي وبنت خالتي وجدتي، فكلنا عندنا نفس الكانسر الثدي. قال كملي وبعدين ارجعي لحياتك فتره ذا الشهر، بفتره اللي ذا الشهور انضغط شوي سنة. وخلصيها وبعدين ارجعي لحياتك. طبعا انت الحين عندك كيماوي ما تقدر تطلع تشتغل ولا تقدر تقابل الناس، يهد الطاقه يهد الحيل خلاص، غير انه راسك يوجعك، الام تمسك منه توجعك، تحط راسك منه يوجعك، اليمين يوجعك، يبتدي شعرك ينزل في يدينك شوي شوي كذا، تلقاه قدامك، تلقاه في الاكل، تلقاه المخده، تلقاه في كل مكان. اخرتها جبت الماكينه في الحلاقه وشلت جزء، جت دخلت علي الوالده وانا قاعده اسوي، قالت لي تعالي انا بكملك. طبعا كانت الوالده شجاعه والله وتبكي يعني، فهمت؟ فكانت تقول لي
لا لا ان شاء الله بتعدي حلوم ليل وبتعدي وبتخلص وبتنسينا وبترجعي لحياتك وبترجعي لوضعك. الحين صاروا موضه يحلقون الشعور وكذا ترفع معنوياتك، تعرف شلون تواسيك.